السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. أشهد الله أني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. العظيم أحبك وأحب من يحبك. أحبك الله الذي أحببتنا له. محمد علي الصقر معك خير. يا مرحبا فضيل الشيخ محمد، الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك، الله يبارك في عمرك. أهلا وسهلا. أهلا والله وسهلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعك بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس. ولك ما وأنت ما نور السامعين يا رب والسمعات. اللهم امين يا رب، اسال بالله تدعي لي. الله يوفقنا واياكم يا رب. اللهم امين، وادعي لي بالشهاده في سبيل الله بصدق. الله يرزقنا واياك الشهاده في سبيل الله. اللهم امين. والاخوه بيبلغوك السلام، وطبعا مش هقول اساميهم لان طبعا كتير، فكلهم باذن الله. عليك عليك السلام. بالله عليك والدي ولزوجتي والبنتي، ربنا يرزقها بالذريه الصالحه. يا رب بدايه ابنائي. بالذريه الصالحه يا رب، ارحمنا وارحمنا. وان يرزقنا الله الحج هذا العام. يا رب ارزقنا اياكم السلام. والله اني احبك في الله شيخ مصطفى. والله احبك الله والله الذي احببتنا ربنا على ذلك. احبك الله الذي احببتنا فيه. وممكن بس اقول لعبد الرحمن شيء. تفضل. اسمع يا عبد الرحمن. معلش عبد الرحمن، خليك دقيق جدا في متابعه التعليقات، عشان في ناس بتخش بتسب، فخليك يعني قوي الملاحظه في النقطه دي. واسال الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا، يدافع عنك يا شيخ. جزاك الله خيرا، الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. السلام.